أهلا كرم، وصلنا وإياكم إلى فقرة أخبار الصحف العالمية. سنتابع أبرز الأخبار المنوعة العالمية في الصحف الأجنبية. البداية دائما مع صحيفة واشنطن بوست، حيث اكتشف ثقب أسود عملاق في الباحة الخلفية لمجموعتنا الشمسية. كشفت الأرصاد الدهائية عن جرم يجري في مدار طويل مدته 185 يوما، ويبتعد عنا مسافة 1550 سنة ضوئية فقط، يتفق تماما مع معايير الثقب السوداء أو الثقوب السوداء. وقد تبين كذلك أن كتلته تساوي 12 مرة ضعف كتلة الشمس، حيث تمكن فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة لامبا في هاتابل الأمريكية من اكتشاف أقرب ثقب أسود معروف إلى كوكب الأرض. وصفه الباحثون في بيان صحفي للجامعة بأنه يقع في الباحة الخلفية لمجموعتنا الشمسية. نتابع أيضا في صحيفة نيويورك تايمز مزاد في نيويورك على لوحة لشجال ضمن مجموعة سرقها النازيون. تطرح للبايع في مزاد تنظمه دير فيليبس بنيويورك في الولايات المتحدة في 15 من نوفمبر لوحة للفنان مارك شاجال من بين 15 عملا سرقه النازيون وعادته فرنسا إلى ورثة العائلات التي سرقت منها، حسب ما أعلنت دار المزادات. وتبلغ القيمة التقديرية للوحة التي تحمل اسم اللب وتعود إلى عام 1911 ما بين 6 و8 مليون دولار. نتابع أيضا بصحيفة وول ستريت جورنال، بسبب المظلة الذهبية إيلون ماسك سيدفع 200 مليون دولار للمدراء المطرودين. سيتعين على إيلون ماسك دفع ما يقارب من 200 مليون دولار لثلاثة مدراء تنفيذيين تم اعتقالتهم من منصة تويتر بمجرد استحواذ الملياردير الأمريكي عليها، كما سيحصل الثلاثة على أموال إضافية نتيجة تضمن اتفاقية الاستحواذ على بند يتعلق بما يعرف تعويض المظلة الذهبية، وينص على دفع راتب لمدة سنة بواقع مليون دولار إلى المدير التنفيذي للمنصة أجروال و600 ألف دولار لكل من زميليه الآخرين. نتابع أيضا في صحيفة فاينانشال تايمز، الهند تغرم جوجل 162 مليون دولار. فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في الهند غرامة قدرها 162 مليون دولار على شركة جوجل الأمريكية لأنها قللت من قدرة الشركات المصنعة للأجهزة على تطوير وبيع الأجهزة التي تعمل على إصدارات بديلة من أندرويد. وقالت لجنة المنافسة الهندية أن جوجل عززت من مكانتها في السوق من خلال جعل تثبيت تطبيقاتها الخاصة إلزاميا على الهواتف الذكية الجديدة، وذلك بين خطوة أخرى اعتبرتها الجهة التنظيمية مناهضة للمنافسة. نتابع أيضا بالكارديان، ولادة أول فقمة رمادية في أكبر مستعمرة في إنجلترا. ولدت أول فقمة رمادية هذا العام في أكبر مستعمرة فقمة رمادية في إنجلترا، حسب ما قال الصندوق الوطني. ويتوقع وصول حوالي 4500 وافد جديد إلى بلاكين بوينت على ساحل نورفولك الشمالي هذا الموسم. ووفقا لجمعية الحفظ الخيرية، كان أول جرو فقمة يولد هناك منذ 34 عاما في عام 1988، ومنذ ذلك الحين نما الموقع ليصبح أكبر مستعمرة فقمة رمادية في إنجلترا، حيث زاد عدد صغار الفقمة من 25 جروا فقط في عام 2001 إلى عام 2012 وحتى عام 2019. أيضا نتابع في صحيفة تيليغراف أو ديلي تيليغراف وفاة أقدر رجل بالعالم عن عمر يناهز 94 عاما. توفي رجل إيراني كان يعرف بأقدر رجل في العالم عن عمر يناهز 94 عاما،
وبحسب تقارير إعلامية فأن هذا الرجل العجوز والمشرد من محافظة فارس جنوب إيران والمعروف باسم العام حاجي لم يستحم منذ أكثر من نصف قرن، وكان يعتبر الماء سببا للمرض، كما كان يرفض أكل الطعام الطازج. مشاهدينا، كانت هذه أهم أخبار الصحف لهذا اليوم. شكرا لكرم المتابعة.